تاكسي. خدني على وسط البلد يا اسطى. هنا يا باشا. شارع عبد العزيز. هنا يا باشا. بس انت شكلك مش غريب عليا يا باشا. يخرق من الشبه 40. اوه واربعين سبعين قول مليون. الله اكبر. اخزر. انا مش فاهم بس. انا مش عارف يا باشا الناس دي متصربعة على ايه. نفسي افهم يا باشا الناس دي رايحة فين وجاية منين. بطيخين في البلد يا باشا دلوقتي بيتحرك بطيخ. المشوار اللي كان بيتاخد في 10 دقايق دلوقتي بيتعمل في ساعة وفي ساعتين. يقولك العجل كتر العجل كتر. اتفضلوا النبي. يقولك بيهربوا البنزين والسولار. طب ما طبعا بلد ملهاش صاحب. وكل ما نطلع من نقرة نقع في ضحضيرة يا باشا. شعب غريب الأطوار. ما بيني وما بينك يعني أنا واحد من الشعب ده وبقولك إحنا عايزين الحرق. بس ليهم حل يا باشا. زلزال صغير كده يجي نص ساعة ساعة إلا ربع هيجيب عليها وطيها وتقعد بقى سعادتك تنقي وتفرز. بس انت برضه شكلك مش غريب عليا يا باشا. يا سيدي الارواح بتتلاقى. يا سبحان الله فعلا الارواح بتتلاقى. دي ده النقط ده نصيب فعلا. انا ديك النهار كنت رايح اوصل واحد المجمع الخامس وماشيين لا بينا ولا علينا وهوب فجأة طب لا حد عارف يروح ولا حد عارف يجي. في ايه يا اخوانا؟ قال لك محاكمات. محاكمات ايه يا اخوانا؟ هو اللي بيروح بيرجع؟ في واحد قريب انت اخ مش غريب يعني عميد في المخابرات عارف قال لي ايه يا باشا؟ قال لي الناس ديت يجي لهم اكل من سويسرا بالمخصوص بالطيارات وبيوصل عندهم في السجن سخن سخن يا باشا. كل حاجة بقت في البلد صيني يا باشا. أنا خايف أروح البيت ألاقي الولية عينيها ضيقة وتصوصو وهي بتكلمني. إحنا ناس غلابة يا باشا. سبحان الله ربك عادل اسمه العدل. كل واحد بياخد حقه وكله بياخد رزقه 24 قيراط كاملين. انت برضك يا باشا شكلك مش غريب عليا. اصل كنت عامل تمثيليه في رمضان اللي فات. عسل يا باشا والله عسل. على فكره انت كيوت قوي يا باشا مع انك قاعد ساكت بس بتطلع بحاجه. عارف يا باشا انا من ساعه ما شفتك كده لما ركبت انا حاسس بيك وبعدين شايفك خارج من الاسم. ما تاخذنيش يعني اخوك في شيء لله يعني. وبعدين بقول النصيحة بما يرضي الله وشهرتي حلال المشاكل والحل بتاعي مكشوف عنه الحجاب يا باشا. وانا اقول لك على حاجة ديك النهار وقفوني بالتين بالتين ما اقولكش يحلوا من على حبل المشنقة يا باشا ولابسين بقى المحزق والملزق والاحمر والاخضر والشفتشي والحلق اللي في المراخيم. وبعدين يا باشا بيني وبينك يا باشا يعني ايه برضو يشدوا الاعصاب احنا بشر برضك يا باشا. المهم خدوني مشوار كده لحد مركب في الزمالك. وصلت هناك يا باشا عند المركب دي وقالوا لي استنى هنا يا اسطى واللي انت عاوزه هنديهولك. قلت ماشي شغل بيزنس. قعدت خدت كوبايه شاي من الراجل ابو صفيح اللي قاعد قدام المركب وقعدت شربتها. وانا قاعد كده شويه بالبسيطه يعني لقيتهم خارجين
وشادين في ايديهم اتنين رجاله. اسبيقوا فجأة يا باشا ان الاتنين رجاله جايين وبيطلعوا فلوس وعايزين يحاسبوني. ما بيني وما بينك الدم غلف عروقي صراحة، ما عجبنيش الوضع. انا كده بقى شكل وحش، انا اللي رايح موديهم. ما بيني وما بينك يا باشا اتضايقت، كلمة منهم على كلمة مني على قلم منهم، رحت رايح سالخ العتلة الحديد من شنطة العربية وفيني وجعك، ورحت مدور فيهم الضرب. الرجالة طلعوا يجروا زي الفراخ، والبنات تصوت وتموت وتولول. ما بيني وما بينك رحت واخد البتين في العربية ورحت مركبهم. طلعت منين يا بت؟ قالت لي انا غضبانة وهربانة من البيت. وانت يا بت؟ قالت لي انا جوز امي بيضربني وطردني من البيت. طب يا بت اللي انتوا بتعملوه ده حلال ولا حرام؟ اللي بيتعمل ده يا بت صح ولا غلط؟ بيني وبينك المسايسة وبتاعه كده حصل اقتناع، اقتنعوا يعني بالكلام اللي انا بقوله. والعيش والملح يا باشا، رحت مطلع ايراد اليوم كله اللي في جيبي ورحت مديهولهم. ما انت هتعمل ايه يا باشا؟ هتعمل ايه؟ ظروف بلدنا وظروف مجتمعنا والدنيا كلها خلطبيصة، هنعمل ايه؟ الظاهر كده انا ضايقتك يا باشا وحملتك كده هموم الناس وعمال ازن على ودانك وانا اسف يعني، ما تزعلش مني. طخ يعني مش غريب، انا حبيتك والله. بقولك انت مالك يا اسطى؟ فين؟ خير يا باشا؟ مش عارف شايفك كده يعني زي وشك دبلان ولونك مخطوف كده وعينك مخربة. ايه؟ وشي مخطوف؟ دبلان وعينك مخطوف. مخطوف؟ مخطوف انت وشكلك تعبان. انت حللت قبل كده؟ عملت صورة دم شاملة؟ لا يا باشا لا، انا بحلل يعني عادي بس. ما عملت صورة دم انت؟ لا صورة اصور الدم يعني ولا؟ لا زي تحليل الفيروسات اللي هو بسي وبي وكل الكلام ده. انا باخد فيتامين سي. اه باخد فيتامين سي جامد يعني عشان البرد والحاجات دي انت عارف. انت ليك حد يعني من الدرجة القريبة في العيلة، قرايب من الدرجة الاولى او التانية عندهم سكر ضغط؟ يا باشا يا ريت، يا ريت يا باشا يا ريت يبقى في حد عنده سكر ولا زيت ولا ضغط حتى. اي حاجه تيجي يا باشا هتبقى حلوه. اصلا انا ليا واحد حبيبي يعني، انت مش غريب. أوه. انت زي اخويا. اخ عميد في كليه الطب. حبيبي يعني زي ابن خال امي كده. حلو حلو. ده كان بيكلمني في ان في امراض النهارده منتشره في قلب المجتمع. في امراض في المجتمع؟ في فيروسات. فانا قلقان عليك. ستر يا رب. قلقان عليك جامد. ليه يا باشا بس؟ ما انا زي الفل الحمد لله. شوف وشك من ساعة ما شفته كده حاسس بقلق. قلق ليه يا باشا؟ ده انت حبيبي يعني، ده انا حبيتك زي اخ ليه. لا عينيك صفرة. ما باشا يمكن من الارهاق، مرهق من التعب، ما بنامش يا باشا. امال اسدد اقساط العربيات ازاي؟ لا ما تقصرش في حق 48 ساعة في ال 24 ساعة. لا 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 ده انت اخويا. بص انا بقول لك نصيحة بما يرضي الله، ربنا يكرمك يا باشا. لازم تروح تكشف. فيروسات خطيرة جدا. على جنب بس يا اسطى دقيقتين بس اجيب حاجه من المحل ده. عينيا يا اخويا، انت تامرني، انت تامرني يا اخويا. اتفضل. حتى يا ادل وانا اقتنعت بكل الكلام اللي انت بتقوله، بس برضه الحياه فيها مسؤوليه، اكل وشرب، وبقى عندك عيل اسم الله عليه، محتاج تربيه ومحتاج مصاريف. انا معاك بس هنعمل ايه؟ المشوار طويل ولازم نكمل. في ناس ماتت وناس اتسحلت، بس انا على معتقد ان الفتره اللي جايه ممكن تبقى افضل. على معتقد هنقدر نعمل حاجه والدنيا تبقى افضل وهنلاقي شغل والدنيا تبقى احسن. يا رب. هو حد يكره ودي زيزو خطى لعلك بسلامه من السجن اللي كان فيه؟ على الله بتحطوا ايديكم في ايد بعض وتشتغل ان شاء الله. بس انا عارف ان زيزو هيخرج تعبان مش زي الاول. ان شاء الله كله يبقى كويس. ازيك يا ماما؟ اهلا يا حبيبي. ازيك يا ابني؟ ازيك يا حبيبي؟ يا خالتي. ازيك يا مريم؟ ازيك يا خالتي؟ عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. عامله ايه؟
كويسه؟ انت مالك واكله حالك كده ليه؟ هتفضلي مستنيه على الباب كده؟ خش استني جوه. وبعدين انت هتفضلي واقفه كده؟ ده انت على رجلك كده من صباحيه ربنا، ما ينفعش. بس عليك يا عبد العزيز كده تحرمني من زيارتك المده دي كلها. طيب اما اشوفك يا ست الكل. ما انت فاهمه هو صعبان عليك تشوفيه بالشكل ده، وهو دماغه ناشفه، هنعمل ايه بقى؟ خش استني جوه، مش هتفضلي واقفه على العتبه. مفيش فايده يا ايات، هي مش هترتاح ولا يهدى لها بال غير لما تشوف زيزو اسم الله عليه قدام عينيها. سبحان اللي صبرك طول سنين السجن. بقول لك يا ايات، خد مراتك وروح بيتك عشان خاطر عبد العزيز الصغير. حاضر، بتطرقينا طفطف، عيش اللحظه. ماشي. بقول لك ايه يا ايات، امن على بخيت عشان يروح يجيب الوقت من المدرسه. ها انا قايله له. حاضر عيني. وقول له ما ينساش الكارت اللي هيسلم بيه الواد من المدرسه. ها اوامرك. خش بقى يلا. حاضر. عايز حاجه يا خالتي؟ يا حبيبتي ربنا يرجعه لك بالسلام. الله يخليك يا حبيبتي. مع السلامه. مع السلامه. الله يسلمك. مالك عم زكريا مسالم كده ليه؟ ده ما بقالوش ساعتين تلاتة خارج. على قد ما أنا فرحان لخروجه، على قد ما هو قاطع فيا غيابه عني. خد 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 روق. ما أنت ياما ورد عليك ناس كتير، ذهاب وإياب. صحيح. ورد كتير، كتير يا شعلان. بس عبد العزيز ده أنا ما لقيتش زيه، ربنا يكرمه ووسع رزقه ويديره على قد نيته يا رب. وأنا ما حلش محله عم زكريا؟ حل، ويا ريت تحل عن سماها كمان شوية. الحلوين دول شاكين على السيجارة كده يا عم زكريا، وأنا اللي أقول إن أنت حبه؟ توكل دلوقتي مع دماغك شوية بس. الله يسامحك يا عم زكريا. اللهم صل على النبي يا باشا، ايه الابتسامه الجميله دي؟ الله اكبر، هو انت عندك عيال؟ اخوك العبد لله الفقير عنده ثلاث بنات، اروى ومروه وجودي. عشان كده في عيلتنا مسميني ابو البنات. بس خلي بالك البنات دي برضه كلها رزق. ايه ده يا باشا؟ دي الاسعار كلها نار يا باشا، انت بتشتري ايه يا باشا؟ الاسعار مولعه نار. يا باشا، ما هو مفيش استيراد ولا في تصدير برضه. بس خلي بالك بقى يا باشا، ها البلد ديت هتقف على رجلها تاني، واللي جاي احلى. مش العين عليها حارس يا باشا؟ امال ايه؟ خلي بالك يا باشا، احنا طول عمرنا ماشيين ببركه ربنا. امال ايه؟ انت فاهمني ولا ما تديني كلاكس يا باشا ولا حاجه؟ ايه ده، عجبتك العجله دي؟ هذه هي الدراجه. ايه يا باشا، بقول لك ايه، بسم الله ما شاء الله، لعب وحاجات وحبشتكنات. ايه ده، مش هو ده جراندايزر؟ هو الراجل ده بتاع القفا الملتهب. طخ. ايه يا باشا الحلاوه دي؟ الخواجه ده ابن حرام يا باشا، بيعمل الحاجات دي في الافلام وبعدين يرجع يبيعها لنا تاني. ما هو من دقنه وفتله. البت اروى بنتي طول الليل قاعده قدام الكرتون نتورك وقدام محطه السبيس تون، ما بتنامش غير الفجر يا باشا، واجه صحيه عشان تروح المدرسه الصبح ما تقومش غير بضرب الجزمه. حكم انا بعمل دوره مدارس الصبح، حاجه كده تساعد على المعاش بتاعت الحياه يعني. امال ايه يا باشا، حياتنا صعبه يا باشا. باشا باشا باشا. ايه يا باشا، هتاخد لهم المصاصه دي يا باشا؟ انا بناتي بيحبوها قوي يا باشا، بيعشقوها، بيقول لك فيها بخت يا باشا. وهي على كده ولا فيها بخت ولا فيها نيله؟ خلاص وعاد في بخت، ما بقاش في بخت زي بتاع زمان يا باشا. عايزك تلفني دي كده لوحدها للوسط. ليه انا؟ هديه مني لبناتك يا سيدي. يا باشا بس ملوش لازمه يا عم، ولا تلف ولا تنايل، خلي الكيس ده بفلوس. تسلم على خير. استنى يا باشا. مؤاخذه. نورتي بيتك ومطرحك. الوضع بتاعي فين؟ في المدرسة وزمانه جاية يا جماعة.
يعني ايه حبك يا عم في المدرسه؟ ما انت عارف ان انا جاي. ما عندناش حد يغير من المدرسه. مالك افتن كده يا حبيبي؟ هم ما كانوش بياكلوك في السجن ولا ايه؟ انت خليتي فيها سجن يا امه. ما انا جيت لقيتك عامله سجن لنفسك اهو. اعمل ايه بس يا ابني؟ الدنيا ما بقاش فيها امان. انا هعملك كل الاكل اللي انت بتحبه وهاكلك بايديا زي زمان. انت اللي مصحيك بدري كده مش عادتك يعني؟ ابدا حابب امارس دور الاب بقى واطمن على كل واحد. خد ايه ده؟ فلوسك. وبعد كده عايزك لما تيجي تطلب تطلب مني انا مش من امك. ايوه بس دي 10 جنيه بحالها. ما هي دي بقى اول 10 جنيه اكسبها من شارع عبد العزيز ده بعد ابوك الله يرحمه مسيا. خد بقى يا جدع خد ده انا اخوك الكبير هتعمل لي فيها ضيق. خد الله انا كنت بعزم معاك السميطه يا ابني والله ده انت عوضتني عن العمر وهمه وشفت الدنيا في عينيك ومعاك جبت الولد ودكت الحب وحالاته وكلت الشهد من ايديك. عارف اني عشقتك ولا لا يا ولد خالي؟ ليه؟ ليه دي الحياة هي حلوة قدامك؟ بعد دقيقتين تعال طل عليا. مش هسيبك ولا دقيقة. أنا جنبك هنا وهطل عليك كل لحظة. فاهم؟ لك الحمد ولك الشكر. كتبت لي عيشة جنب اللي حبيته. وعطتني فضل أكتر من اللي حلمت بيه بكتير. بس وحياة حبيبك النبي. لو انهم زي الموت عايزاك تكتب لي اني اشوف الاحلام الاخضر وانا ما طلباش كتير نفسي كل يوم اشوف عبد العزيز وحبيبي عبد الرحيم. غير هدومك بسرعه قبل ما اعمل لكم الغدا. واوعى تعمل دوشه عشان ابوك رجع من السفر ونايم. بابا دي الف حمد وشكر ليك. زيزو 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 بابا اصحى يا بابا. اه اه وحشني تمام. كده على طول؟ يلا يا عم. ماشي يا سيدي. يلا حليلي يا لبن. هو انت تقلت كده ليه يا قط؟ انا كنت باكل كتير عشان اغلبك. غلبت انا؟ اه. انا؟ اه. تغلب مين يا قط؟ اغلبك انت. طب العب ريست. يلا معانا. يا ابن اللذين هجيبك. هات بصري بصري بصري. وحشتني قوي. انت كمان وحشتني قوي.
بتحبني؟ قوي قوي. قد ايه؟ اكتر ما انت بتحبني بكتير. كداب والله. انا بموت فيك. تعرف انا جبت لك ايه؟ ايه؟ استعجلتش على رزقك. استعجلتش على رزقك. يا ده كده يا معلم. دي حلوة قوي. كم تتعدى عمر ممكن يحلم بيها. يا حبيبي يا بابا. وخليك ليا يا حبيبي. يا حبيبي. صحيح انت كنت فين؟ ما قلت لك يا مضروب كان مسافر. ايوه يعني كان مسافر فين؟ كان مسافر سويسرا. سويسرا يا مضروب. سويسرا. يلا يا امي بسم الله. والله وحشنا اكلك يا امي. مطرح ما يصير يمر يا حبيبي. خد يا حبيبي، خد امسك بايديك. قولي يا امي بقى الدنيا عامله ايه؟ بالك انت لما كنت في سويسرا؟ لا يا امي انت هتذلني ولا ايه؟ انا بذلك ولا حاجه. الله صحيح، انت كنت بقى في سويسرا البلد ولا سويسرا المحطه؟ كل يا حبيبي كل. اهدى كل جرح قلبي. وامبار الشارع يا امي؟ شارع عبد العزيز. انت لو رحت دلوقتي مش هتعرفه. اللي فوق بقى تحت واللي تحت بقى فوق. عارف الدنيا. بس والله انت جدعه، عملت تغيير شامل في قلب الشقه. ايه تغييرات؟ ده انا عامله لك الحمام بالسيراميكا. ايه؟ سيراميكا؟ سيراميكا. يا سلام. ولا البانيو؟ بانيو. بتضحك. بتضحك. الواد ده انا مش عارفه اتفاهم معاه. تتفاهم معاه لما تقول له بانيو وسيراميكا؟ ما انا اقول له ايه؟ ده السيراميكا ايه؟ بتلالي وتلالي وتبرق وتلالي، هتعجبك يا حبيبي والله. بانيو. بانيو وسيراميكا. سيراميكا. شايف الولد بتتريق عليا ولا؟ بتتريق عليا. ركز في البانيو مش كده السيراميكا. كل يا حبيبي. تسلم ايديك يا امي. من هنا والسفر مطرح ما يسر يمر يا حبيبي. الحمد لله. طيب انا اتوكل على الله بقى عشان اروح لاياد. اتوكل على الله. انت اكلت حاجه يا ابني؟ معلش يا امي لازم اخلص موضوع المحامي ده لحسن قلب لي دماغي. ربنا يفتحها في وشك يا ابني ويحبك خلق قدر يا كريم. بقولك يا عبد العزيز. ايوه. ما تنساش تحلق دهنك كده عشان اشوف وشك اللي زي القمر ده. قمر بالستر. حاضر يا ام. يلا يلا يا مضروب يا بوص لساني. امسك يا حبيبي. ايوه يا حبيبي انا مش شايف يا حبيبي. عبد العزيز طلع والنبي لاضد بقى زي الفل. هتلاقوه وتحلى ان شاء الله. اذا 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 جت الاسطوطه تقول لي نايمكم هنا. قوم اطلع هو يا ولدي. تقول لي نايمكم هنا. اطلع اطلع هو. تقول لي نايمكم هنا تحت المنصه. ها؟ يكونوا في اتنين نايمين وتعبانين وشاهنين، ما ينفعش ان انت تعملي عليهم كده. ما ينفع اعمل عليهم. نايمكم تحت انتوا هنا. وانت كمان ايه ازعجناك ولا ايه؟ لبس ابوك على اليوم اللي مش فايق. طب اعملي له الكافيه بتاعه. كافيه في عينك انت. هو سلاحه جرى ايه يا بنت الكلب؟ انت بتعرفش ابوها بيه ده يا شبرو؟ مين ابوها؟ دي مش متربيه وتستاهل يا ابني. يا عم ما تغلطش في ده، انت لو شفته جاي من عند الداسيا هتستجري تعدي من الداسيا التاني. يا ابني اقفل النواصي كلها وما يعديش طالما مش محترمه. شبرو
صادق عبدابي. على نفس السلام، على نفس السلام، على نفس السلام. اتكنت ناسي افكرك وكنت فاكر انا الشيء. طب يلا اصلحوا بقى، افتكلوا بقى، ابعد عني بقى، افتكلوا بقى، افتكلوا بقى. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك، الف حمد لله على سلامتك يا زيزو. الله يسلمك يا ماري. والنبي يا زيزو انا كنت مستنياك بفارغ الصبر. يا رب بقى تعقل صاحبك وتقول له انه عنده ابن لازم يشتغل عشان خاطر يعرف يربيه. ما اليوم ما بلاش والنبي شغل القرص ده، اتكلي على الله، الواد عايزك، اجري اجري. شاهد يا زيزو كل ما اكلمه في حالنا ومحتالنا وهنعمل ايه وهنسوي ايه يقلب لي وشه زي كره كفر كده. ده اللي فالح فيه. مش فالحنا غير في الاحتصامات وبس. ما تقولش اللي عمله عمله بالرميه في الشارع. خلاص يا ماري، ما انا جيت خلاص هختمه فوهدتي. الهي ربنا يخليك يا زيزو، الهي يطعمك ما يحرمك يا رب. خلاص انت هتشحتي، ربنا يحرمك من هبل، منك لله، انت السبب في الجواز وجع القلب ده. لو تصدق بالله لولا البت دي كان زمانك هايم على وجهك. ده انت ضايع يا ابني. هايم على وجهي؟ اقول لك على حاجه، كل اللي حصل لك ده خير وانا فرحان فيك، عشان تعقل كده وتبتدي على نضيف. خير ايه يا ابني؟ بقول لك سفلتوني، يعني اتقشفرت خلاص. اللي عملته راح، فضلش منه غير 20%، ويا ريته سالك، ده معظمه متجمد. وتقول لي خير؟ ايوه طبعا خير، على الاقل انت انسلخت من النظام الفاسد اللي خلاك جزء من دوله عميقه، وفرحان لي بنفسك وفاكر نفسك عايم على وش البحر. لا يطفو فوق اسطح البرك الاثنه الا اقذر الطحالب. طب ما انت من اقذر الطحالب يا اخويا، ما طفتش ليه؟ عشان احنا اصحاب يا تكميله. للاسف. اقول لك على حاجه، ال 20% اللي مش عاجبينك دول يخلوك اغنى من 70% من سكان مصر. 70% من سكان مصر تحت خط الفقر مش لاقيين ياكلوا. عارف اسكت يا عم. يا عم سمع سمع سمع، اقعد كر الكلام اللي انت حافظه ومش فاهمه. يا ابني الكلام ده خالص من الستينات، ده ضحك على الدقون. يعني نظام بص العصفوره، افهمك ازاي انت بس؟ كلمت المحامي؟ كلمته، وهنروح له بكره. طب يا اخويا خليك انت في البرك الآسنة بتاعتك دي. طب خد لك نفسين. طيب انا خدت الولاعة. طب ماشي، بس دي باتنين جنيه. انا الحالم، انا الناقم، انا المحبط، انا المتفائل، أنا الدرويش أبو الدرويش، صلاة الثورة ما تفوتنيش. ويا غلبي تشتري معاه علم، تشتري علم تاخد معاه ليزر. سامعني يا حاج؟ بينظم ضربات القلب، بينشط الدوره الدمويه، بيخلي حماتك راضيه عليه. الليزر السحري، الليزر السحري يقرب البعيد يبعد القريب. فاهمني يا حاج؟ خد معاه العلم ده، هديه تحت مصر، ولا انت ما بتحبش مصر؟ انت محمود، انت برضه بهدله يا محمود. خد مني اهو. انت بتستخرب ده اللي بقاله 30 سنه بيشتري منه ليزر. مين هو اللي الليزر ده من 30 سنه؟ بقاله في ايام الهوجه ابن النصارى. هوجه وانت ليك دعوه بالهوجه انت؟ رايح فين يا عم محمود؟ خد بص يا حاج، بص يا محمود، بص يا عم محمود، ده جهاز كشف كده تحطه على مراتك على اولادك على عيالك، تعرف البخفيه في البلد دي.
اشتريت؟ خد ليزر ومعاه ليزر هدية. اسمعني يا عم اخي، خليك تسيبوه بسرعة عليا اللعبة. افتح معايا الوشك. انا كده تفتح معايا الوشك على النبي. اه ده انا بتقول لي كده. طب انا اقول لمين يعني؟ يا عم انت لسه عايشين يا ولاد الكلب. اهو 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 اهو. كفارة زيزو كفارة نورت الشارع والحارة. كفارة زيزو كفارة نورت الشارع والحارة. هات لي يا عطيه ثلاث حتت اي جي 90. عيني اي جي 90. وحتتين اي 82. 82. وهات لي يا اخويا تابلت جي بات 4. احلى جي بات 4. وعايزه بقى ال سي دي 32 بوصه. يا واحده بقى اكتب ال سي دي 32 بوصه. 32 بوصه. ها وهات لي غساله 6 كيلو. غساله 6 كيلو. وثلاجه 14 ادم. ده انت تأمريني. 14 ادم. هوا اجيب المفتاح واروح اجيب لك الحاجه. وريني يا اخويا. كله عندنا في المخزن. روح هتلاقي بقى كل الحاجات اللي عايزها في المخزن. اسمع اوعى تجيب من عند انديل. هات من اي حد تاني زي ما جبت المره اللي فاتت. حاضر يا نادي. هوا هوا ده المره دي لما بتيجي بتسحب الهوا كله اللي موجود في المعرض. تخنقني مقرشه. معلش. يلا بس ما تاخرش. اهلا يا حلوه. ماشي معاك. منوره عروسه. اتفضلي اتفضلي. حاجه يزيد فضلك يا اخويا. هات لي عناب عشان الضغط يا اخويا مش متظبط. يا بعد الشر عليك. يا ركبي والنبي يا اخويا من الصبح بلف على كعوب رجليا لما الدوالي نقحت عليا. ربنا يشفيكي ويشفينا. اهلا اهلا. بقول لك ايه؟ اجيب لك يا اخويا حبايه زرقاء ولا خلاص قلبك ما بقاش يتحمل؟ زرقاء يا وليه ده قديم قوي. دلوقتي الذهبي والاسود الصيني ده الموضه. موضه؟ اه اجيبهولك. تجيبهولك اجيبهولك انت. يلا في ايه؟ الحق يا معلم. ايه؟ عبد العزيز رجع الشارع. والله زمان يا ابني. اهلا يا ابن عبد الرحيم. نورت الشارع كفاره. السجن للرجاله يا معلم شرشابي. ما قلناش حاجه يا حبيبي. نورت. جاي زاير بقى ولا طاير؟ قاعد حاطط. حاطط ولا نسيت يا معلم شرشابي؟ لا انا بس جيب بالي يعني عبد العزيز ايه اللي هيجيبه في وسط تجار عبد العزيز؟ ها من فات قديم وتاه. واعمل حسابك انك هترد حته من قديمه. الفلوس اللي ليا عندك. فلوس ايه هي ناقصاك؟ اقف في الطابور يا اخويا. معاه ده الدايره قد كده جت منك انت كمان. يلا بقى. ليل مصحياني من الحلم ده عشان الليل. ما يجي الليل ولا يتنيل الليل انا مالي يا اختي. قومي عاوزي بقى معايا شويه بدل ما انا قاعده لوحدي كده زي قرد قطع. بتصحيني من النوم عشان اقعد معاكي انت؟ هقعد اتسامر معاكي انت يا معفنه؟ قومي قومي من جنبي. ما انا بواسيكي اهو واقعد معاكي بدل ما انت وحدانيه. لا عايل ولا تايل ولا جوز ولا موز. امشي اطلعي بره يا ولية انتي. امشي اطلعي بره وروحي اعملي لي فطار.
ده حتى الجوزين اللي اتجوزتيهم واحد اتكل والتاني رقد على البرج. الا انت بتقطميني يا وليه انت؟ انت صاحيه تنكدي عليا؟ اطلعي بره اطلعي بره واعملي لي فطار، زهقتيني في عيشتي. حاضر هقوم اعمل لك الفطار. ايوه لا 28 حته متنوعه كده مختلفه، ماركات مختلفه. مش عايزين نكشف السوق، لازم بضاعه تبقى حاضره عندنا كل الانواع. اسمع بس الكلام، ابعت على طول ما يهمكش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ماشي مستنى انا بقى البضاعه، ما تغيبش عليا. يلا بالسلامه انت. الف سلامه. ايوه يا استاذ. هو مش ده معرض الحاج وهدان؟ وهدان مين؟ انا البلعوطي. ايه البلعوطي يعني؟ انا المعلم بلعوطي مأجر المعرض ده. امال الحاج وهدان راح فين؟ وهدان مين؟ وهدان الله يرحمه. لا اله الا الله. انا وانت مأجر هنا؟ مأجر المعرض ده من صاحب العماره. طب طالما بقى مأجر من صاحب العماره وزيتنا في دقيقنا، انا كان ليا عند الحاج وهدان فلوس واكيد انت خدت المعرض. لا ما تكملش. انا مأجر المعرض ده على الفاضي. اما بقى اذا كان ليك يا باشا عند الراجل فلوس، عليك وعلى الورثه بيه. ولو اني ما انصحكش لانهم عجنتوا بكح تراب. شرفت يا استاذ. وقلت لي اسمك كريم ايه؟ بلعوطي. بلعوطي ايوه. سلام يا عديني فيكوا شر الجايين. يا ساتر. ازيك يا عم خيي؟ اهلا استاذ عبد الله. ازيك يا عم خيي؟ الحمد لله بالسلامه. ازي حالك؟ ازي حالك؟ اتفضل. اخبارك ايه؟ دلوقتي يا عم خيي انا كنت عايزك في موضوع من كده. غير ما تتكلم، البضاعه بتاعتك لسه عندي زي ما هي في كراتينا. يا نهار اسود، يعني انت ما بعتش حته واحده طول الفتره دي يا عم خيي؟ السوق نايم يا ابني بقاله سنتين، والبضاعه قدمت وما بقاش عليها طلب. كويس قوي انني قادر ادفع الايجار. طيب انا هبقى تاخد البضاعه دي اي وقت. براحتك وقت ما تحب. سلام عم خير. سلام. مع السلامه يا ابني.